آخر وكمان لسه في إطار التحركات الحكومية اللي بنتكلم عنها، وزراء الاستثمار والإنتاج الحربي والشباب اجتمعوا النهاردة علشان يبحثوا تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم مشروعات الشباب. الاجتماع ده ناقش إنشاء مركز شباب نموذجي في حي الأسمرات، وكمان تطوير البنية الأساسية للمنشآت الرياضية في أنحاء الجمهورية، كمان ناقش دعم المشروعات الشبابية من خلال القوانين المختلفة زي قانون وحدات الطعام المتنقلة.